بقالها ايه 7 سنين اخر مره خدناها 2013 بطوله ابطال دوري صح؟ احنا خدنا الكونفدراليه بتهيألي 2014 بعديها الكونفدراليه بس ابطال دوري 2013 الاهلي داخل على قبل نهائي هيلعب مع الوداد. رايك ايه في المشوار الاهلي في البطوله وفرص الاهلي في البطوله دي تحديدا من وجهه نظرك؟ يعني طبعا من وجهه نظر متواضعه يعني وانا يعني كويس ان حضرتك بتاخدني الاسئله دي اللي انا يعني بحبها مش بحب اي حاجه اتكلم عليها علاقه بنفسك حسيت ده بس بسترجع معاك برضو ذكرياتك طبعا من حق الناس وكل حاجه بس يعني النواحي الفنيه يعني وبنفكر الاهلي بجيل انا بتهيالي الجيل اللي بدا الالفيه الجديده دي يعني ما كامل التقدير والاحترام كل لا دي حقيقه انا في اول يوم في القناه قلت انا بتهيالي ما فيش لعيب مش بس في الكوره في اي رياضه لبس تيشرت النادي الاهلي ما فازش ببطوله على الاقل كلام يعني صح فبالتالي انه مع بدايه الالفيه الجديده حصل نقله نوعيه في ما يتعلق ببطولات الاهلي خصوصا البطولات القاريه يعني طبعا يعني طبعا من بعد سنه 2000 كمان الموضوع مختلف والفرق كبير جدا يعني ما فيش شك برضو يعني بتكلم والله بمنتهى الحياديه ما فيش شك ان النادي الاهلي مش عايز الكلام ده ياثر طبعا على لعيبه النادي الاهلي ان النادي الاهلي المرشح الاول للبطوله ان شاء الله يعني لو حضرتك ان شاء الله طبعا لو حضرتك سالت في المغرب سالت في اي حته الاهلي المرشح الاول للبطوله وطول عمر النادي الاهلي بيدخل بطوله بيبقى المرشح الاول ليها بعض الظروف بعض عدم التوفيق والكلام ده اللي كان بيحصل دي وارده جدا في الكوره انما على المشوار الافريقي طبعا النادي الاهلي ماشي بصوره كويسه جدا وصل من ضمن اربع فرق محترمه للدور قبل النهائي الناس بس بتبقى لي. انا مثلا من حاجه زي الغيابات يعني انا معاك انه الاهلي بقى بحكم التاريخ وبحكم الرصيد وبحكم كل حاجه هو المرشح الاول بس برضو ما نقدرش ننكر انه الجمهور عنده مساحه من القلق او يعني في عندك غيابات مثلا ممكن يصادفك ماتشات الفرقه المصريه مع منتخبات شمال افريقيا بيبقى ليها كده تركيبه خاصه وحسابات يعني مختلفه سواء كان بيلعب مع بطل تونس بطل الجزائر او بطل المغرب بتبقى هل انتوا اكيد عارف لو لعبت طبعًا معاهم طبعًا يعني طبعا يعني الموضوع هينقسم لشقين يعني الشق الاول طبعا لو في غيابات لا قدر الله لاي حاجه دي تبقى خارجه عن اراده يعني المدرب والجماهير والاداره وكل حاجه وان شاء الله ده ما يحصلش يعني وتاني حاجة يعني من وجهة نظري المتواضعة طبعا أي حد هيلبس تيشيرت النادي الأهلي يعني لعيب لا قدر الله مش موجود إيقاف أو إصابة المفروض اللعيب اللي يلعب مكانه ده لعيب برضه لعيب محترم ولعيب بيلعب في النادي الأهلي ويعوض غيابه فأعتقد إن شاء الله من ناحية الغيابات دي ما تقلش إحساس اللعيبة بالمسؤولية كبير جدا جدا لأن زي ما حضرتك قلت البطولة غايبة من فترة يمكن البطولة التاسعة دي إن شاء الله تبقى الموسم ده على إيد اللعيبة الكبيرة دي أعتقد حاسين بالمسؤولية وإن شاء الله يحرزوا البطولة إن شاء الله مين أسلوب لعبه وطريقة لعبه في الأهلي دلوقتي يعني بتفكرك بمحمد جوده؟ لا كل الناس أحسن طبعًا كل الناس أحسن بكتير يعني بلاش الإجابات الدبلوماسية لا خالص والله في لعيب تحركاته في الملعب استقباله للكورة تسليمه للكورة شوطه يعني انا جريته. هكلم حضرتك كمركز يعني انا شايف ان عمرو السوليه مميز جدا يعني الفتره دي ولكن طبعا هو احسن بكتير يعني مستر فايلر وقيادته للنادي الاهلي رايك في ايه من اول ما ابتدى او تسلم المسؤوليه لغايه النهارده يعني طبعا